سلام، معكم متوني، رجعت لكم فيديو جديد بردة فعل جديدة أصدقاء. اليوم رح نعمل ردة فعل أغنية أصالة بعنوان صدفة نلتقي. تمام، فيديو كليب. رح نشوف أصالة شو رح تقدم لنا بهالغنية. هالبنت صوتها تعجبني، وإنه صوتها حلو بالغنى، فرح نشوف شو رح تقدم لنا. فإذا أنتم جداد بالقناة أصدقائي، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، ما تضل شو نوصل ل5000 مشترك. بسم الله، خلينا نبلش بالفيديو، ما نطول عليكم. يلا هاي الغنية أصدقائي، نشغلها. نحن نشوف شو رح تقدم لنا. بصراحة دول ثنائي رائعين باليوتيوب السوري. جرحوني وعلموني، الدمع خبيها بعيوني، الحب والقدر عذبوني. جرحوني وعلموني، الدمع خبيها بعيوني، الحب والقدر صوت حلو. محساس خلانا نحبس الفاس، بس للحب طعمة بتنقاس. ويا ما خوف من الناس خلانا نكتم احساس، نحبس الفاس. روميو وجوليت. اوكي، قلبي يوم ورا تاني كنت ادعي ربي، فتحت عيوني لقيته قدامي. صوتها حلو، صوتها حلو. وروحي عايزه جنبي، ايماني خلاني ما اقفلش قلبي يوم ورا تاني كنت ادعي ربي، فتحت عيوني لقيته قدامي. وروحي عايزه جنبي، السما والارض كواكب ونجوم تشهد. يلا التو فجأة صدفة نلقاه وتحقق لنا أحلام كنا نعيشها وننساها. يا محلى الحياة بغض عكس الحياة. حلوة إذا تعيشها مع الشخص الصح. علو علو علو، الله يخليكم لبعض يا رب، الله يخليكم لبعض. هاي خلصت أصدقائي. خلينا نعطي رأينا بالكليب. أصالة يعني هي صوتها حلوة، وإنه عم تتطور، أوكي، عندها إن شيء تقدمه بالغنى. هي صوتها كثير حلو، وعجبتني فكرة الكليب إنه هي بتحب شخص وصدفة التقوا، أوكي. يعني هي كان حياتها عبارة عن ولا شيء، لما التقى بالشخص اللي كان بيحبه، يعني التقوا بالصدفة وحبوا بعض وصار حياة حلوة بعيونه. فشيء كتير حلو كانت إنه أنت تختار الإنسان الصح والحياة تحلى بعيونك، عرفوا كيف؟ فكان شيء حلو، والكليب كان بسيط نوعا ما، بس لكن كان معبرة، أوكي. الموسيقى كمان كانت حلوة، صوتها طبقات صوتها إنه رائع. هالبنت يعني فيها تقدم أعمال أقوى بالمستقبل، فبتمنى لها كل خير. فكان شيء حلو منا، ودخي ربكم كلياتكم، ميلا وأناس وأصالة. ربي يخليكم لبعض ويحميكم ويبعث لكم أيام حلوة، فدخي ربكم كلياتكم أصدقائي. كان ردة فعلي، أنا هيك تأثرت شوي، ولكن أوكي مسكت علي، لانه هيك بس انا اشوف انسان بيزعل او بيبكي انه انا بتاثر على الفريق. فتمثيله كان انه مقنع كمان.
فأصدقائي لهم كون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أنتم جداد بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وكان معكم أخوكم التوني من قناة التوني. في أمان الله.